ست ساعات في اليوم الواحد تقضيها لقاء حسين مع زملائها في المختبرات العلمية بجامعة سامراء لتحضير مادة من أوراق شجر الكالبتوس وهي الكربون النانوية ذات فعالية في حمل عقار علاج سرطان الثدي بعد التطبيق على أنسجة مصابة بالسرطان وإجراء ما يقرب من مئة تجربة علمية نجح الفريق بعدها بالحصول على براءة اختراع بهذه الدراسة احنا بدينا من اوراق الكالبتوز هي ماده متوفره رخيصه الثمن حاولنا من هذه الماده انه نصنع ماده ذات مساحه سطحيه كبيره تحتوي على مثل ما ذكرنا النانو كربون النانو كربون مساحه سطحيه عاليه مسامات كثيرة فلذلك راح تمتز أكبر كمية من العقار وتوجهها إلى المنطقة المصابة بوقت قليل جداً الماده المحضره وبحسب الفريق البحثي زادت من فاعليه عقار علاج سرطان الثدي المعتمد طبيا بنسبه تزيد على الضعفين في قدرته على معالجه الخلايا المصابه ويقول متخصصون في الطب ان هذه البراءه تشكل فائده طبيه في تحسين فاعليه الدواء وسرعه ايصاله الى الخلايا المصابه بالسرطان هاي البراءة هي مُتعالج تعالج وإنما تؤدي إلى تحسين توصيل الدواء اللي هو أصلا موجود تحسن من توصيل هذا الدواء إلى أماكن العمل مالته طبعا راح تزيد فعالية العلاج لأنه راح يوصل بكميات أكبر إلى مناطق المستهدفة في الخلايا السرطانية ويؤكد الباحثون العاملون على هذا المشروع على ضرورة تشكيل فريق بحثي مشترك بين جامعة سامراء والشركة العامة لصناعة الأدوية إضافة إلى وزارة الصحة من أجل تحسين الدواء الموجود من خلال هذه البراءة وإنتاجه فعليا. تسعة أشهر قضاها الفريق البحثي في أداء التجارب العلمية من أجل اكتشاف مسرعات لعلاج سرطان الثدي بكلفة مادية قليلة باستخدام الكيمياء الخضراء وبفاعلية تفوق فاعلية الدواء المتوفر في الأسواق بأكثر من الضعفين. احمد جمعه الحره صلاح الدين